نقوم بأعمال خيرية، نستقبل المال من المتبرعين ونقوم بتقسيمها إلى بنود، بند زكاة المال، بند بناء مسجد، بند إطعام. أحيانا نكون بحاجة إلى أن ندفع مال الطعام الآن، والمال المتوفر معنا هو زكاة مال. ما هو إطعام الفقير من مصارف الزكاة، إطعام الفقير من مصارف الزكاة. أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومن احتاج إلى طعام لا يملك ثمنه فهو من جملة الفقراء المستحقين للزكاة. بارك الله فيكم.